10 ماي، اهلا وسهلا بكم متابعينا على قناه 9. مرحبا بكم في مصافحه جديده في رونديفو 9، ونرجو اكيد على ابرز الاخبار والمستجدات في ال 24 ساعه الاخيره. سعيده جدا اني كالعاده في المشوار هذا يرافقوني كل من خليفه بن سالم. اهلا وسهلا بك. مرحبا لطفي العماري. اهلا عليك. مساء النور معز عطية. مرحبا بكم جميعا. برشا مواضيع على طاولة النقاش أكيد، باش نرجع على الوضع الاقتصادي، شنية التطورات مع صندوق النقد الدولي، ما معنى أن تصرح رئيسة الحكومة نجلة بودن بأنه الحكومة تمكنت من سداد الديون الداخلية والخارجية، وأجور الموظفين تقول موجودة أيضا، منين وكيفاش ومنين مصدرها الأموال هذه؟ هل نحكيو على الديون الكل وإلا على قسط منها؟ هذه الكل أسئلة نطرحها بحضور ضيفي الليلة عز دينا سعيدان الخبير المالي والاقتصادي. لكن باش نرجع على مسألة الحرائق اللي قاعد صاير مؤخرا اليوم. تعرفوا اللي كان لقاء دوري لوزارة الداخلية رجعت فيه على الأوضاع العامة، الوضع الأمني بالبلاد، مسألة الحرائق أيضا. هذاك علاش يكون حاضر معنا معز ترعة المتحدث باسم الحماية المدنية، وأخيرا صلاح الدين الزحاف رئيس الجامعة الدولية للخبراء المحاسبين ومراقبين الحسابات باش يحضر معنا وباش يحكي لنا على الملتقى اللي باش يضم تقريبا 400 خبير على المستوى الدولي، وباش تحتضنوا بلادنا تونس، باش نفهموا ما تبعات هذا الملتقى مع ضيفنا بعد قليل. قبل ذلك ابرز التصريحات. أكيد الخبر اللي تصدر وسائل الإعلام منذ البارحة هو صدور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نذكركم بالتركيبة: فاروق بوعسكر عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات كرئيس، سامي بن سلامة عضو هيئة عليا أيضا مستقلة سابقة للانتخابات كعضو، محمد ليل النصري عضو سابق وأصبح عضو في الهيئة الجديدة، حبيب الربعي القاضي العدلي أيضا عضو، ماهر الجديدي القاضي الإداري عضو أيضا، محمود الواعر قاضي مالي كعضو، ومحمد نوفل فريخة مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية عضو أيضا. منذ الإعلان لطفي عن هذه التركيبة والجدل قائم حول مدى استقلالية الهيئة هذه، مدى استقلالية أسماءها، مدى موالاتهم للرئيس، وصلنا حتى في بعض الأحيان بعض وجهات النظر تذهب إلى حد التشكيك، فهل أنه التشكيك اليوم مشروع؟ شوف، رغم معناها أهمية القرارات والمراسيم اللي خذها رئيس الدولة منذ 25 جويلية بما فيها حل مجلس النواب الشعب، بما فيها حل وإعادة تركيبة مجلس أعلى للقضاء، إلا أنه الجميع بقى ينتظر في موقف رئيس الدولة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقريبا لإصدار حكم واضح وبات على مسار 25 جويلية. ناهيك أنه هذه الهيئة حظيت في الأسابيع الأخيرة باهتمام دولي، وشفنا حضور أمريكي في أعلى مستوى نائبة وزير الخارجية تحولت إلى تونس والتقت بأعضاء الهيئة، وفي تصريح لها اعتبرت أن المساس بالهيئة هذه خط أحمر، وبالتالي بقينا ننتظر في ما سيفعله رئيس الدولة. ناهيك أنه سبق رئيس الدولة في حديثه على الهيئة هذه أنه قال عليها بالحرف الواحد: لا هي بعليا ولا هي بمستقلة. من هنا إذن لماذا أبقى الرئيس على ثلاثة أعضاء من التركيبة القديمة؟ رئيس الدولة يبدو لي أنه لقى المخرج اللي يعفيه من عديد الإحراجات، بمعنى أنه فاروق بوعسكر كان نائب رئيس ليزي، رئيس ليزي انتهت المدة نتاعو، فوكأنه ارتقاء آلي من السيد فاروق بوعسكر إلى سدة الرئاسة.
اختيار عضو من هيئات سابقة سي سامي بن سلامة واختيار سي تليلي المنصري محمد تليلي المنصري. هذو موجودين بطبيعتهم خاضوا انتخابات سابقة. نجيو للثلاثة أعضاء الأخرين القضاة. القضاة قل لك أنا ما عينتهمش، أعطيت حرية تعيينهم للقضاء في الثلاثي الإداري والمالي والعدلي. يبقى مهندس الإعلامية هو اللي رشحه المركز الوطني للإعلامية، وكأنه رئيس الدولة يقول أنا غيرت لكن ما مسيتش، ما جبتش حاجة من عندي، هذو ناس هاو كيفاش تم اختيارهم. تقريبا هذا العقل اللي تم به صياغة الهيئة هذه. لكن هنا يعني ما نغضبش الطرف خاصة الخارجي تحديدا الأمريكي اللي قال لي راه هذا خط أحمر، وفي نفس الوقت تخلصت تقريبا من الهيئة اللي أنا اعتبرتها لا عليا ولا مستقل. لكن هناك سؤال يفرض نفسه، الاختيارات تقدم يعني من يختار هو شخص غير أو أشخاص غير رئيس الجمهورية، لكن في الآخر من يعين؟ من له الاختيار النهائي والكلمة النهائية؟ حكيت لك على عملية الإخراج، هي عملية إخراج للتشكيلة الجديدة للهيئة، لكن بطبيعة الحال باش تبقى هيئة معناها تعمل بأمرة رئيس الجمهورية. لو أنه رئيس الجمهورية في المقترحات اللي تقدمت له القى أسماء لا تروق له لكان قد رفضها. هل كان بالإمكان أفضل مما كان لطفي؟ والله أكيد راهو البلاد ماهيش ناقصة كفاءات، فما وجوه شفناها خاضت تجارب سابقة. في اعتقادي أن كان من الأفضل الإنهاء مع ما كله علاقة بمنظومة 24 جويلية بما فيها الأعضاء نتاع ليزي، وهكاك نحسوا روحنا دخلنا في مرحلة جديدة. أما هذا رئيس الدولة اضطر لهذه الصيغة التوافقية، لأنه كما قلنا الضغوطات الخارجية فقط هي اللي تخلي رئيس الدولة يراجع في الحسابات نتاعه. معز، رأيك في التركيبة من حيث الأسماء على الأقل، وربما من أكثر الأسماء التي أثارت جدلا وحتى كان عودة لتدويناتها السابقة نظرا لمواقفها السياسية، هو سامي بن سلامة. شوف، هي قبل ما نجيب للتركيبة وتنجيب للأسماء اللي المقترحة ملاك، هو سياق تعيين الهيئة، معناتها هي هيئة رئيس الجمهورية على الأقل، المجلس معين من طرف رئيس الجمهورية، ثلاثة أعضاء الهيئة اللي من الهيئات القديمة عينهم رئيس الجمهورية هو من اختارهم. وبالنسبة للقضاة كما قال سي لطفي، جات اقتراحات من المجلس على القضاء اللي ما نعرفوش سي لطفي شنو اقترح المجلس على القضاء، وهذا في كل مرة تصير في رئيس الجمهورية. نعرفوا كان الأسماء اللي اختارها رئيس الجمهورية صحيح اللي كانت مقترحة، لكن ما نعرفوش شنو هي المجموعة التي اقترحت وعلى أي أساس اختار رئيس الجمهورية. نجيك الأسماء، معناتها هنا حقيقة أشياء غريبة بالنسبة لي في التسميات ملاك، كيف حبينا نحطوا على هيئة الهيئة الفارطة اللي وصلت قيس سعيد رئيس الجمهورية وحبينا نحطوها شماعة والمشاكل ثم مشاكل وقلناهم ماذا وما خبيناهمش اللي صارت في المرحلة الانتخابية متاع 2019، وشفنا تقرير دائرة المحاسبات، حبينا نحطوا المشاكل كل في الهيئة باش نضربوا الهيئة ونحلوا الهيئة مرة واحدة، لكن نلقاو أنه فاروق بوعسكر مثلا اللي كان مدافع على الهيئة السابقة وكان هو شبه الناطق الرسمي باسم الهيئة هذه واللي يخرج يدافع على كل قراراتها، هو اليوم عضو فيها ورئيس الهيئة. دايوغ سمحني معز تفاعلا مع كلامك، منظمة أنا يقظ تطالب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة، وذلك بمجرد انتهاء مدة الإلحاق المحددة ب5 سنوات احتراما للقانون وضمانا لجودة العدالة وفق تعبيرها. تفضل. الاسم الثاني اللي هو السيد محمد تليلي المنصري، نتذكروا بداية الأزمة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجدل اللي صار وقت اللي كان السيد محمد تليلي المنصري رئيس، وأنه أعضاء الهيئة هم سحبوا منه الثقة كرئيس، ومن بعد جاء سينابيل بافون واللي فترة رئاسته كثر عليها عديد من الجدل والمشاكل. السيد سامي بن سلامة، سيد سامي بن سلامة منذ أشهر معناتها ياخذ من حقه أنه ياخذ مواقف سياسية، أنه يعبر، أنه يناصر مسار 25 جويلية، أنه يناصر رئيس الجمهورية، أنه ينعت أطراف سياسية اللي داخلة في اللعبة الانتخابية بأبشع النعود، كلام ما نجموش نقولوه حتى في بلاتوات نتاع تلفزة، اليوم نلقاوه عضو معين. هذا شنختم ملاك، هذا ما يطرح عديد التساؤلات على استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يظهر اليوم ما عادش نجموا نحكيوا على هيئة عليا مستقلة للانتخابات، نحكيوا على هيئة انتخابات، نحكيوا على لجنة انتخابات، نحكيوا على تنسيقية انتخابات،
على الأقل من حيث هذه التركيبة لا يمكن أن تكون مستقلة. التوصيفات لهذه الهيئة والنعوت، معز مثلا يقول لك هي هيئة رئيس الجمهورية في الأخر، وتقريبا وجهة النظر هذه حكيوا فيها برشا خصوم الرئيس السياسيين، وشيء هذا يا خليفة قاعد يفتح في جدل حول مسار الانتخابات والاستفتاء والرزنامة القادمة ككل. شوف، قبل صدور المرسوم منظم لعمل الهيئة كان ثم حديث ربما وتخوفات كبرى وربما تؤول عملية الإشراف الانتخابات لوزارة الداخلية. كي ظهر المرسوم حسم الأمر، يعني هناك تمسك بموضوع هيئة الانتخابات. بقى سؤال من سيعين هؤلاء الأعضاء؟ طبعا المرسوم كان واضح يقول سنختار 3 من الهيئة السابقة ثم قضاة اللي هما معناها مباشرين وبصفتهم وواحد مختص في المسائل معناها متاع الإعلامية. المشكل السؤال إذا كان ناقشوه من وجهة نظر سياسية، كل من سيعينه الرئيس خصوم الرئيس سيعتبرونه في ضمن الموالاة وفاقد للموضوعية. مش حتى كان خصوم رئيس، كنا هنشوفه في مجتمع مدني. خلي يواصل ونعطيك التفاعل، تفضل خليفة. وفي غياب الموضوعية وغياب المصداقية، ولكن في نهاية الأمر كل شخص كان في هذه الهيئة وفي غير سيعين. للهيئة السابقة شنو؟ ما تم تعيينها. الصيغة كيفاش؟ ما هي بمحاصصة وفق مجلس النواب الشعب حزبي بالضرورة، ولا اللي عينوهم السابقين كيفاش قاعدين يعينوا فيه؟ يقول لك السياق مختلف مترشح. الآن يجي في حالة استثنائية خليفة. الآلية استثنائية ولا غير؟ شكون باش يعين هيئة؟ نحب نعرف وشكون باش نعملوا انتخابات ننتخبوا بها هيئة؟ هذا واقع موجود. قبل كيفاش تتعين الهيئة؟ تتعين معبر مجلس النواب الشعب، تقدم انا بترشحي وتتقدم انت. قداش من نائب؟ قداش من نائب؟ ولكن في نهايه خليفة. الامر قداش من نائب؟ الكوتل هي اللي باش تحسم الامر. قداش من نائب؟ 217 145 معناتها 145 145 على الاقل نضمنوا انه ثم تمثيليه سياسيه واسعه. انا جينا للموضوع. شفت سي معز، يعني نريد تمثيليه سياسيه. احنا الان في سياق اخر، اختاروا رئيس جمهورية سيختبر في قادم الايام. انا اللي حاب نقوله انه مش بالضروره كيعينك انك انت شخص عندك موالات ومطيع ومش تمشي في ارائهم وتدويناتهم وتصريحاتهم. هاو شفنا المجلس الاعلى للقضاء، هل تعتقد الان المجلس الاعلى للقضاء يتدخل في القضاء؟ لا، ما مش هذايا. يعني مش بالضروره، ما هو قابل. هذاك همته هو وذمته والتزامه بالقانون وشخصيته. يعني انا نحب نقول هذه مصادره اوليه. كل من عينه رئيس الجمهوريه بالشد تليفون ويقعد يؤتمر، مش بالضروره. نقرا لك تدوينات نتاع اعضاء هيئه. نحكي لك على القاضي يا سيدي، على القاضي الحبيب الربعي هذايا كي يدافع يقول لك القضاء وظيفه وراه القضاء اللي كان قضاء البحيري. لا، انسان ممنوع عليه يقول وجهه، واللي هو دافع على حركه النهضه، ما عندكش الحق. واللي هو يدافع على الكرم، واللي هو يدافع على التحرير، ما عندكش الحق تسب طرف سياسي داخل في اللعبه الانتخابيه وتكون عضو هيئه تقيمه. انا نحكي الشخص ما نجم نقيمه الا بعد ادائه. نهار اللي يخرج هو ويمشي في تدليس الانتخابات او توجيه الراي العام او التلاعب بالنتائج او التلاعب بالقائمات او التلاعب بالحملات، وقتها نحكم عليه. انا الشخص هذه وجهه نظر مطلوب. هذا سيكون يعني يؤتمر ربي فقط نقطه نظام. مع العلم، مع العلم انه في التركيبه هذه تقريبا نحكيه على 7 ما نلقاو حتى امراه لطفي في التسميات هذه، حتى اسم نسائي. يلا تفضل، عندك اضافه؟ قلت شوف، هي خلينا نقولوا للناس شيء داير اللي يعرفوا. لا كانت هيئه مستقله ولا هي اليوم هيئه مستقله. كانت قبل معناها عرضة للمحاصة كعكة بطبيعة الحال. حزب الأغلبي هو اللي مسيطر عليها، حركة النهضة تحديدا، اليوم تصبح تحت سيطرة فرد واحد اللي في يده الحكم. ولاحظ أنت يعني رئيس الدولة سارعة بتقديم القائمة بعد زوز أحداث أنا يظهر لي أحدثت يعني خلينا نقوله زلزال في الفكر القيسي كان نجمه نتحدث. فشل الاستشارة ثم فشل المسيرة نتاع نهار الأحد. من هنا واضح أن رئيس الدولة وهو يتوجه إلى استحقاق 25 جويلية ما يحبش يخلي حتى مجال للمفاجآت، لأنه يعرف أنه كامل المسار سيكون مرتبط بيوم 25 جويلية، وبالتالي هو يسعى إلى توفير الضمانات لهذا المسار حتى لا ينتكس كالاستشارة والمسيرة، لأنه الانتكاسة 25 جويلية ستكون معناها مدمرة. مسألة ثانية من باب المعلومة بركة ميسالش ما يخص. شوف، هي كانت ثم محادثات، لأن وين قبل ما ندخل هزيت التليفون كلمت سامي بن سلامة، قلت له سامي بن سلامة
باش تفسر انك وقت اللي كنت تكتب وتقول انا مانيش معني بالعوده لليزي، علاش اليوم قبلت بالعوده لليزي؟ قلت ناخذ من عنده هو على الاقل سؤال الجواب. يقول لي انه ما كانش وارد، هو ما كانش مطروح ضمن التشكيله هذه. اللي كان مطروح هو السيد زكي الرحموني. السيد زكي الرحموني وهو مهندس في الاعلاميه قبل، لكن بشرط انه يكون هو رئيس الهيئه هذه. طبعا ما تمش الاستجابه للشرط هذا، فتعداوا البلان بي وهو السيد سامي بن سلامه. سامي بن سلامه يقول لك انا وقت اللي تم الاتصال بي قلت لهم على التنقيحات والتغييرات اللي انا متمسك بها وتم تعدادها، واذا ثم قبول انا وقتها النجم نرجع لليزي، ما نحبش سياسه الكرسي الفارغ ونبقى مجرد نبار في الفيسبوك، نحب نكون فاعل في المسار هذايا. ايش يقول لي؟ يقول لي لو كنت انا فعلا عندي مواقف متقلبه ومبدل في الفيستا، لانه الاتصال من رئيس الجمهوريه تم كما نقولوا احنا قبل ب 24 ساعه. قال لي كنت النجم نجي للصفحه نتاعي كما يعملوا برشا ونفسخ التدوينات الكل، ومن بعد يتم الاعلان عليها في الرايد الرسمي. اما قال لي انا اللي كتبته مقتنع به امس ومقتنع بها اليوم تنجم تكون عند رئيس الدولة توجه آخر تصور ينجم حتى يعمل تغيير في التركيبة هذه. قابلة بشروط سامي متمسك وقابلت بشروط وقالها شروط، وهي جملة من الإصلاحات في عمل ليزي. هذا هو 30 سكوند خليفة عنا باش أخبار الحقيقي لأعضاء مجلس الهيئة. هي مسألة الدوائر، هي مسألة على مستوى الجهات. وقتها نختبر طبيعة عملها، مش تكون قائمة على منطقة بتاع محاصات، أما كشخصيات هذوما ما شفتش منهم واحد في حراك رئيس الجمهورية وفي الخط غير شوف تصريحاتهم يا خليفة، شوف كلامهم، شوف شنو يكتبوا. ناس موالية لرئيس الجمهورية. لم تقنعك تقنعك الإجابة اللي قدمها سامي بن سلامة للطفي العماري؟ من حق سامي بن سلامة أنه يكون عنده مواقف حادة ضد أطراف سياسية، من حقه أنه يعادي حتى أطراف سياسية، لكن هذا لا يتماشى مع مركزه في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نواصلوا الاخبار واضح. يلا احنا سننتظر المسار مازال قدامنا ونشوفوا نحكموا وقتها. يلا معز معش عندي برشا وقت، فضلك ونسب في جمعيات اخرين ما نجمش نكون اربيت. يلا اكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال اشرافه اليوم على مؤتمر نقابي افريقي، اكد انه قيس سعيد له الحريه في تغيير تركيبه هيئه الانتخابات لكنه باش يتحمل تبعات الخطوات التي يقوم بها. الرئيس هو حر يجدد هيئة انتخابات، يجدد كذا، كل إنسان سيتحمل مسؤولية وتبعات معناها الخطوات اللي يقوم بها، معناها السياسيين هو منتخب من قبل الشعب. اليوم كذلك نستحكي على الشرعية ولكن المشروعية كذلك، أني الناس انتخبت مؤسسات وانتخبت قامات باش تقود البلاد. اليوم نقول له معناها من حقوق الشعب عليك اليوم في تدهور المقدرة الشرائية، في نسبة التضخم اللي زادت اليوم، الفلاح تدهورت أوضاعه في معناها غلاء الأعلاف والتكلفة معناها نتاع الإنتاج، وليس مسألة احتكار ولكن تعرفوا التحولات في السوق الدولية والارتفاع معناها الكبير في السوق الدولية للمواد الأولية. اليوم كذلك مش تكون عندها انعكاسات على غلاء الأسعار، والأسعار ارتفعت ارتفاع جنوني ما عادش تنجم تتحكم فيها، وما عادش تنجم كل يوم باش تبني تصور في الأرقام المذهلة للأسعار، وهذا مما يؤدي معناها إلى وضع اجتماعي معناها صعب. فيما يخص الحوار الوطني، يقول نور الدين الطبوبي أنه الاتحاد العام التونسي للشغل لن يشارك في حوار أو لن يكون شريكا في حوار مسبق المخرجات. السيد رئيس الجمهورية طرح وسمعت أن منظمات الاجتماعية، لست أدري أي منظمات اجتماعية في المطلق، ولكن الاتحاد مرجعه اللي قرره مكتب تنفيذي الأخير هو أنه لن يكون الاتحاد شريك في حوار مسبق المخرجات، في حوار معناها يكون صوري مجلد صورة معناها إعلامية،
وهذا الاتحاد عنده تاريخه وسيحافظ على أمانة التاريخ. الاتحاد من نجم يكون إلا قوة خير، قوة اقتراح، قوة معناها سبل تجاوز المعوقات والهينات. عكس ذلك لن يكون الاتحاد معناها شريك في هذا. وطبيعي جدا نحن يوم تقريب بداية الأسبوع القادم سيكون لنا مكتب تنفيذي موسع ومجلس قطاعات، ثم في خلال نفس الأسبوع ستكون لنا هيئة إدارية وطنية ستطرح عليه المسائل الكل، وسيصدر الموقف الرسمي عن مؤسسات الاتحاد. هذا وأوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي أنه قدم مشروع حوار منذ نوفمبر 2020، لكنه رئيس الجمهورية كان ليه رأي مخالف. الاتحاد تقريبا من 2020 من نوفمبر معناها استشرف الواقع وقراءته كانت للواقع في تعقيداته ما سيؤول إليه الوضع، معناها قريناه معناها بكل تواضع، عندنا قراءة موضوعية قبل معناها الأحداث أن تتسارع. ففي 2020 قدمنا مشروع فهمني، وكذلك لحوار وطني شامل، وقرينا فيه حتى الثقافة السياسية اللي عندنا في تونس، الواقع المجتمعي في تونس، طريقة إدارة الحوار كيف ستكون في المناكفات والتجاذبات بين مختلف المكونات السياسية الفعلة والوازنة نقول أنا. فهذا قدمنا في ما هو سياسي، في ما هو اقتصادي، في ما هو اجتماعي. سيد رئيس الجمهورية رحب بهذه الفكرة وكان بالتشاور معه، ثم بعد ذلك سمعت الخطابات في وبدأت تتطور الأحداث شيئا فشيئا، فله رؤية أخرى معناها ليست رؤية الاتحاد اليوم. ممكن أن يرى الناس اللي نضلت معاه قبل ما يكون رئيس جمهورية ممكن أختلف معهم أو لا، نحترم تلك الناس، ولكن الناس اللي تركب على الأحداث والناس اليوم اللي ما عندها حتى وزن سياسي وتسعى باش تكون معناها في موقع متقدم في أخذ القرار فهمني بانتهازية سياسية، وهذيك اللي هزتنا فيها والانتهازية السياسية. فكذلك عنا يتونا تستني أنا حرك فاش نجاوب فهمت. فكذلك الناس اللي قبل 25 جويلية اللي كانت توظف إمكانيات الدولة معناها لأحزابها ولكن لم توظف معناها قدرات الأحزاب إلى الدولة، اليوم نفس الشيء في التعيينات. اليوم هل ستكون معناها انتخابات بتلك الطريقة؟ شكون مش يقبل بها فهمني في النتائج نتاعها؟ وكذلك لك اليوم اي حكم قضائي كل انسان مش يقول لك هذا الحكم هو حكم مسيس معناه وسياسي معناه بامتياز. فادخلنا في بعض معناها النفق اللي معناها كيف سنخرج منه هو بالحكمه وبالعقل. هو لطفي اونتر اوتر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل رجع ايضا رد على عميد المحامين التونسيين ابراهيم بودربال اللي كان دخل معنا البارح، يقول الحوار سينطلق في الساعات القليله القادمه، ينفي ان يكون هناك خلاف بين رئيس الجمهوريه ونور الدين الطبوبي، ويقول انه المنظمه الشغيله ربما ستكون موجوده في هذا الحوار، ينفي ذلك قطعا الطبوبي اليوم، ويقول نحن لن نشارك في حوار مسبق المخرجات ولمجرد الصوره الاعلاميه. يظل اليوم واضح موقف في الاتحاد. المشكل وين ومول الفرح؟ رئاسة الجمهورية. تو ما هي اللي باش تعمل الحوار؟ ما هي اللي باش توجه الدعوات؟ ما هي اللي باش تكري السالة؟ ما هي اللي باش تدفع العربون للفرقة؟ هو وجه، قال المنظمات الأربعة ستكون موجودة في هذا الحوار. صديقتي نحكوا على رئاسة الجمهورية، حوار وطني في لحظة مفصلية، هذا الشيء يمشي مكتوب. اللجنة اللي باش تهيئ الحوار وتشرف الحوار مفروض نكونوا نعرفوها. يعني نمشوا نحو نوع من المأسسة لهذا الحوار. شو معناه يتكلم سيد إبراهيم بودربالة رغم احترامنا ليه باسم رئاسة الجمهورية، وإلى أي مدى اللي يقول فيه سي إبراهيم ملزم غدوة لرئاسة الجمهورية؟ الواضح لهنا هو موقف اتحاد العام التونسي للشغل المصر على تلازم المسارات الثلاث وعدم استعمال الاتحاد ورصيد الاتحاد الاعتباري والرمزي والمادي كديكور لإخراج وتمرير مشروع الرئيس لا أكثر ولا أقل. رئيس الدولة لا يريد ولا يرغب في الحوار، ولكنه يريد مسرحية حوار يتولى إخراجها السيد إبراهيم بودربالة. يجيك الاتحاد أبرز عنصر في الحوار هذا الوتد الذي ستقف عليه خيمة الحوار ويقول لك أنا نرفض نكون لاعب أو ديكار في المسرحية هذه. أحنا اليوم مرة أخرى وقت اللي توضحت الرؤية عند الاتحاد وتوضحت الرؤية عند رئيس الجمهورية
الجمهوريه، لان رئيس الجمهوريه واضح انا لا ترغب في الحوار. تقريبا نسير نحو نوع من الانسداد اذا لم يكن نوع من الصدام. خليفه، وكانه وقت اللي نور الدين طبوب يذكر زاده بالمبادره، مبادره الحوار اللي قدمها في نوفمبر 2020، اذا يرجع بالسياق للماضي يقول راني انا عملت اللي عليا، استنيت، مديت يدي للحوار، مديت يدي على انه نتفقوا على مسار واضح للجميع ونلقاو حل للازمه، لكن الى حد اللحظه لم نجد استجابه. وهوني وكانه بصبر الاتحاد نفذ، ونتسائلوا على الخطوه القادمه اللي يحكي عليها زاده في نفس اللقاء الصحفي هذايا الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، يقول الاسبوع القادم سينعقد المكتب التنفيذي والهيئه الاداريه للاتحاد وسيصدر الموقف الرسمي النهائي. كونوا واضحين، يعني بصرف النظر عن المجريات الحاليه، الحوار انا في تقديري طبعا مستحيل. نفترضوا حتى لو رئيس الجمهوريه قال سيدي باش نمشي ندخلوا في حوار وستجتمع الاطراف، لن تجتمع الاطراف، لان هناك تباعد في وجهات النظر، ثم ناس متمسكين بشرعيه ما قبل 25 جويليه، ثم ناس بناوا اللحظه السياسيه على 25 جويليه رافضين جماعه ما قبل 25 جويليه، الاتحاد العام تونس الشغل بدوره رافض العوده الى ما قبل 25 جويليه، كل واحد عنده وجهه نظر، انا في تقديري الاتحاد واضح لن يشارك في هذا الحوار. واضحة العملية، وموقف الاتحاد طبعا هو ثقيل في اتخاذ الموقف، لأنه هناك هياكل ومؤسسات يعود إليها بالنظر، وسيجتمع المكتب التنفيذي الموسع وربما الهيئة الإدارية. هل يتم حوار دون المنظمة الشغيلة؟ واضح المشكل مش هذا، يعني كيف سيتصرف الاتحاد أمام هذا الاستحقاق السياسي، لأنه هناك استحقاقين أمام الاتحاد، الاستحقاق الاجتماعي واضح، واضح طريق تفاعل الاتحاد من المفاوضات للتصعيد في الموقف إلى الاحتجاجات إلى الإضرابات، وهذا خيار دائما موجود عند المنظمات النقابية بما في ذلك الاتحاد العام للشغل. ولكن أمام الاستحقاق السياسي إذا مضى الرئيس قدما في مشروعه بصرف النظر موجود الاتحاد مش موجود، ثم ندخل الإطار الجديد وتعلن عن هذه اللجنة وعن طبيعة هذه الإصلاحات أو قرار دستور جديد، هل سيتصدى الاتحاد إلى هذا المستوى السياسي وكيف سيتصدى له، أم أنه سيبقى في مربع الاحتجاج الاجتماعي ومواصلة إبداء رأي الموقف السياسي كما كان الاتحاد إجابة على سؤال الاتحاد العام للشغل بيقول هو حر ويتحمل مسؤولية اختياره. إجابة على سؤالك نور الدين طبوب يقول إضراب مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية رهين نتائج جلسة اليوم مع الحكومة. احنا من نجم نكون كان في إطار بلادنا في أمس الحاجة إلى مراجعات، نعم، ولكن في إطار تشاركية فعلية، وليس كما يدعي البعض اليوم في شبكات التواصل الاجتماعي أو بعض الانتهازيين اللي يركبوا على الأحداث في كل محطة بلغتنا العامية يأكلوا من كل قصعة، معناها موجودين أنه الاتحاد لأنه مع الرئيس قيس سعيد اليوم من الجمشة، وكان قبل ينحي حكومة ويحط حكومة نحو حكومة بالضغط ولا كذا من أجل استحقاقات الاجتماعية، ولا اليوم عندنا استحقاقات مع الحكومة وانطلقنا في 5+5. إن شاء الله اليوم تم جلسة، إذا الجلسة دي أفضت إلى حوار لبشي في تطبيق الاتفاقيات والدعوة إلى مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، عكس ذلك كما تعرفوا أنه مجمع الوظيفة العمومية خذا مبدأ الإضراب العام في الوظيفة العمومية، ومجمع القطاع العام خذا مبدأ الإضراب العام في القطاع العام، وهذا اللي مش قرروا الهيئة الإدارية معناها فهمني في صروحية معناها أخذ القرارات في للمجمعين. أكيد جدا نشوفوا الوضع متوتر جدا، الفقر ازداد، الوضع مزري، الوضع معقد لأبعد الحدود، ماناش بمعزل اليوم، كنا نعتزوا بالسيادة الوطنية نتاعنا، كنا نعتزوا باستقلالية القرار الوطني نتاعنا، بالسيادة الوطنية هذا نعتزوا به، ولكن العبرة ليس في الشعارات وإنما على أرض الواقع. اليوم احنا نتعامل مع محيط دولي فهمني موجود اللي لازمنا نعرفه كيفاش ناخذوا تلك المعطيات. به باش نحكي على عندك، نعرف عندك رايك في مساله مؤسسه الحوار اللي حكي عليها لطفي منذ قليل، ونتسالوا اللجنه هذه علاش الاوامر المنظمه ليها ما صدرتش في الرأي الرسمي، باش تبدا تخدم على روحها، باش نزربوا خلي يعني الناس الكل تتحدث على ساعات قليله قادمه. وبعد ذلك انتو نرجعوا لمساله الاضراب في مجمع القطاع العام، هو مربوط ورهين نجاح المفاوضات مع الحكومه. تفضل. اللجنه هذه اللي أعلنت في الأمر بتاع 117 اليوم، حتى حد من نجم يقولنا اللجنة هذه موجودة ولا مش موجودة، قاعدة تخدم ولا مش قاعدة تخدم، خاطر
كان عندنا استفتاء نهار 25 جويليا ووعدنا بدستور في اواخر شهر ماي باش نشوفوا على الاقل الملامح نتاعو الاولى. ما نصورش اللجنه هذه ملاك ماهيش موجوده. هو المفروض نحكيوا على تاريخ 25 ماي 25 ماي لصدور لصدور افرايد رسم. اي 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 سمح سمح موجودة. موجوده من خلال اللقاءات من تشتغل يعني الناس اللي مثلوها هما اللي في لقاءات متواصله مع رئيس الجمهوريه بعض الشخصيات للالتحاق به. دونك اللجنه توجدت لكن لابسه تقيه الاخفاء. هذا سؤال كان نحكيوا على كتابه دستور دستور جديد وفي غياب اللجنه. يظهر لي موقف الاتحاد واضح ومتجانس، وما نتصورش ان الاتحاد مش يرضى انه يقف في المربع نتاع الاصلاحات الاقتصاديه والاجتماعيه ويغيب في مرحله مفصليه هي مرحله سياسيه بامتياز وين نحكيوا على اصلاحات سياسيه. وهنا نفهموا حتى من التصريح الاول ملاك حول الهيئه العليا المستقله للانتخابات بالنسبه للسيد الامين العام يقول لك رئيس الجمهوريه يتحمل مسؤوليته. ايش معناتها؟ يقول لك في الفتره الاستثنائيه هذه على الاقل باصلاحات نصلحوا مرسوم الهيئه، نعينوا اعضاء الهيئه، نصلحوا مرسوم الانتخابات، نقحوا الدستور الى اخره. كان يغيب الاتحاد وما نعطيش راي في الاتحاد يقول لك اللي يعمل الشيء هذايا يتحمل مسؤوليته في غياب الاطراف هذه اللي تنجم تشارك وتعطي نوعا ما من المشروعيه لمثل هذه لهذه القرارات. اذا الاتحاد اليوم نشوفوه يتنصل من هذه القرارات، يقول لك انا حتى حد ما خذا راي فيها، ما عطيتش راي فيها، الرئيس خذاها بطريقه أحادية الجانب فليتحمل مسؤولية قراراته. هل يستعمل أو لأنه الاتحاد بسبب استعمال ورقة ضغط عفوا حين يتحدث الأمين العام على إمكانية التوجه ربما إلى إضراب مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية إذا فشلت الجلسة اليوم مع الحكومة؟ هو مش ضغط، إذا أنت كرئيس دولة أنا قدمت لك مبادرات تحوار لتحقيق نوع من الانفراج على جميع المستويات في البلاد، لأنه ما نجموش نفصلوا الاقتصادي على السياسي على الاجتماعي. وانت رفضت مرات ومرات وإلى يوم الناس هذا ما زلت ترفض. دونك انت رافض أني أنا نساهم في حل سياسي وتريد أن أبقى في مربعي الاجتماعي المطلبي. طيب يا سيدي سألتزم بهذا، ها أنا أعود إلى المربع الاجتماعي المطلبي وبالتالي عندي الطلبات هذوما تم الاتفاق عليها في إطار تواصل الدولة وتعاقب الحكومات. إيجا يا خويا هاي شنو المطالب متاعي. لو أنا أنت قبلت باش نحكيه في المسارات الثلاثة ونلقاو الناس الكل حل للبلاد ربما أنا المطالب هذه نجم نلقى فيها يعني صيغ أخرى أقل معناها صدامية. تقريبا على الكلام اللي قاله سي لطفي الاتحاد من 14 جانفي 2011 عمره ما مد يده بالطريقة هذه وقدم مقترحات عملية وفعلية كي نقرأ وثيقة الحوار بالطريقة هذه للخروج من المأزق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لكن للأسف كل مرة يجابه بالرفض وبالصد ويظهر لي مولى الفرح مش مقتنع بالفرح. نمشي و... يلا خليف على ملاحظة رأي في 2020 ورفضت نوفمبر 2020 رفضت وقتها كذلك من حكومة المشيشي والكتل الداعمة لها وقالوا نمشوا الحوار اقتصادي مشوش حوار سياسي. يعني الاطراف علاش قلت لك راه ثمة مشكل في الحياه السياسيه. انا هذا معناها وكبناها الناس كله وعلقنا على وثيقه الحوار يعطيها يقبلها رئيس الجمهوريه. لا الاطراف اللي تعرضوا لا وقتها رافضين لا قبل 25 جويليا كانوا يحكموا ورافضين. شنو يرفض كانوا معاك وقتها رفضوا الاطراف والمشيشي اعلن عن حوار اقتصادي واجتماعي. تحدثت على استحاله الحوار نظرا لاختلاف بين جماعه 25 وجماعه 24. انا نختلف معك فاش انه اليوم الصراع والأزمة صايرة بين جماعة 25 جويليا وجماعة 22 سبتمبر والأمر 117. ما عادش بين 25 و24. جماعة 25 جويليا الاتحاد والأحزاب والحزام الكبير اللي تشكل حول رئيس الدولة هذا تحل وتفكك يعني احتجاجا على 117 و22 سبتمبر اللي رئيس الدولة استفرد فيها بلحظة 25 جويليا. دونك اليوم حبوا على الحوار بين 25 و22 ومن بعد نجموا نحكوا على 24. احنا عندنا ساعه اسمها بين ال 25 هو فصل فيهم جماعة 24 فصل فيهم الرئيس ووفق البلاغ الرسمي يقول لك سيشارك في الحوار كل من هو مساند مسار 25 جويليا. واضح هذاك موقف الرئيس. ولكن حتى كان نحكيه على جماعة 25 جويليا نفترضوا جدلا لأن هناك قوة دعمت 25 جويليا ولكن على خط تواصل
مع حركة النهضة وتلك القوى نسميها 24 جويلة، وثم قوى من دعم 25 جويلة عندهم مشاكل مع حزب الدستور الحر اللي هما في المقاربة السياسية. هناك مشكل كبير تعيشوا البلاد راهو، يعني أرضية الحوار يعمل مفتقرة لازم نعترفوا بها، ما بتطوروش والباجي موجود وقتها وإمكانية صلح أكثر. وتتذكر النقطة 64 وغيرها، فما بالك الآن مش نفس الحكاية. نمشيو للي أكدته الناطقة رسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة خليفي خلال ندوة دورية اللي عقدتها اليوم وزارة الداخلية، أكدت تلقي أخبار مؤكدة عن وجود تهديدات إرهابية مباشرة خلال شهر رمضان، كيف تم التعامل معها؟ نسمع الإجابة. تم استنفار أمني كبير على أساس أنه جيت أخبار مؤكدة على وجود تهديدات إرهابية. نحن التهديدات الإرهابية ياخذوها في الوزارة معناها على المطلق، إنها تنجم تكون في معناها الحرفي وتنجم تكون مقاربات إرهابية اللي هي تنجم تكون أحداث ممسة ليس بالأمن الوطني. الاستقرار الوضع الأمني اللي نعيشوه الفترة الأخيرة خلى معناتها بعض العباد تستهدفوا وزارة الداخلية. علاش يستهدفوا بها؟ خاطر فما استقرار اللي هو ما عجبش برشا ناس، اللي شاف اللغمة بين القيادات، اللي هما حبوا يخرجوا الإشاعات اللي هي ما طمش منها، اللي شافوا أنه وزارة الداخلية تعافت من التجاذبات السياسية. من بين التصريحات أيضا لفاكر بوزغاية المكلف بالأعلام بوزارة الداخلية في تصريح له اليوم، يقول أنه الداخلية ما هوش دورها تحديد عدد المشاركين في المسيرة، هذا كانت وجه له الصحفي بسؤال. لطفي، كيفاش تبوبها أو تصنفها الندوة الصحفية هذه أو اللقاء الدوري هذا لوزارة الداخلية؟ نقطة إعلامية كان نباركو وقت اللي يخرج معناها أي طرف في وزارة ما ويعقد ندوة صحفية يعطينا فيها معطيات حول أحد الأحداث، فما بالك إذا كان الأمر متعلق بوزارة الداخلية وبالأمن العام. لكن تمنيت زيادة أنه الوزارة تكرس هذا كعادة، لأنه برشا أحداث صارت في بلادنا وصار عليها برشا كلام وما خرجش حتى ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية لينير الرأي العام، رغم أنه طالبنا مرات ومرات تحدثنا وتحدث رئيس الدولة أكثر من مرة عن محاولات اغتياله، ومع ذلك لم نرى أي نقطة إعلامية لإفادتنا بالتفاصيل وخاصة بمعناها ما تم قيام به من تحقيقات وإيقافات وغيره. أكثر من هيك نتذكر أمس في الأيام حدثونا على ضبط شاحنة كوكايين جاية من أمريكا الوسطى. ويني الشاحنة هذه نتاع الكوكايين؟ صحيحة مش صحيحة؟ إذا في المناسبات الكبرى هذه ما خرجتش وزارة الداخلية وما تواصلتش مع التوانسة ثم فجأة تقرر أنها تخرج باش تعطينا معطيات على خطار إرهابية تهددنا في رمضان، خلينا نقولوا متفائلين إن شاء الله تكون هذه بداية طريقة جديدة في التواصل مع الرأي العام ومع الإعلام الوطني، نتمنى أن تنسج عليها بقية الوزارات. هو كان ثم حاجة مؤكدة على الأقل في علاقة الشارع التونسي بالوحدات الأمنية، هي مسألة الثقة اللي موجودة في الوحدات الأمنية وفي مؤسستنا العسكرية. هذا يظهر في صبر الآراء، هذا يظهر في الارتياح الكبير والانطباع العام اللي عند الشارع التونسي من خلال حتى وقت اللي يخرج في مواسم في أي وقت يلقى الوحدات متمركزة ويحس بالراحة النفسية هذه ويحس بالاطمئنان على روحه وعلى صغيراته وعلى الناس اللي معه، هذا يظل لا نقاش فيه. خاصة ملاك في الحرب ضد ومكافحة الإرهاب، الخطر الإرهابي موجود، شفنا شنو صار سي لطفي في مصر الأسبوع الفارط، ونعزي الأشقاء المصريين وترحموا على الجنود وعلى الضابط المصري اللي عملية إرهابية غادرة استشهدوا فيها، لكن ما لازمش تصير عملية تراخي. الوضع الإقليمي متغير، نعرف شنو صاير في بلدان الجوار، هذايا في لحظة في غفلة ينجم الله لا يقدر يرجعنا إلى العمليات الإرهابية. لكن النقطة الثانية اللي حبيت نعلق عليها ملاك دور وزارة الداخلية في إحصاء أعداد المتظاهرين.
والله معناتها ما نلقاش ساعات تعليق باش باش نقولهم. معناتها كان انت نفس الوزاره في مظاهرات اخرى خرجت وتعطي كل ساعه راهم كانوا 3000، من بعد راهم ولاو 2000، من بعد ولاو 500، نفس الوزاره بنفس الوزير بنفس الاطارات تخرج بلاغ اليوم وتقول مش دوري احصاء المتظاهرين، والله كان ثم حاجه متناقضه اكثر من هكا يظهر لي ما ثمش. هو سؤال برك، يلا قل. لو انه المسيره نتاع نهار الاحد كانت ناجحه وجو 30 و 40000، هل كانت وزاره الداخليه ما تصدرش بلاغ؟ ما نعرفش نجم جاوبك. كان وزاره الداخليه. يلا خليفه اش قولك في الجدل هذا؟ هذه ثم مشكل طيله العشر سنوات في قضيه المسار الديمقراطي وبناء دوله حديثه، دوله القانون، دوله الديمقراطيه. هو انها تحولت الى دوله السياسيين. اليوم نتحدث عن الامن وهذا عينه، لا نتحدث على امن المواطنين، نتحدث عن امن السياسيين، عن المسيرات، عن المشاكل المرتبطة بالحق الاحتجاج وقتي نعرف من حقهم، ولكن أحكي على أمن الناس اللي خطفوا له بنته 3 أيام ذا النهارين، أحكي على اللي مواطن يدور من إذاعة لإذاعة كاميونته محتجة تو 3 أيام في جهة ملولش ولا وين، أحكي على الناس اللي يقطعوا الطريق وما يخلوش مواطن يمشي، أحكي على النطرة، أحكي على السرقة، أحكي على البركاجات، أحكي على الخوف اللي مزروع داخل الأولياء قدام المدارس والمعاهد على أولادهم، أحكي على المخدرات اللي منتشرة من هنا وهنا. رأوا مقاومة الجريمة أولى أولويات وزارة الداخلية، مع طبعا الحفاظ على أمن المواطنين والتظاهر والحريات وحقوق الإنسان، ولكن الإصلاحات في علاقة بهذا الموضوع اختزلت من قبل الطبقة السياسية طيلة المدة ذي بما في ذلك الآن. إذا كان وضع السياسيين أو الاحتجاجات وغيرها لباس كانوا موجود الأمن مستتب، كما موضوع العدالة. ما نقول نحكيه عن عدالة اللي كيبدأ شخصية عامة موقوفة، ولكن ما نعرفوش مشاكل الناس من الطلاق ومن النفقة ومن غير. ما نحكيه عن السجون اللي ما تكون شخصية كبيرة موجودة في السجن، نعرفوا معاناة السجون. ما نختزلوش حياتنا. تكلمنا خليفة وقت المواطنين، وقت الشباب، وقت الشباب عندهم مشاكل، الحوارات والنقاش العام الكل قعد مصبوب على المشكلات السياسية. ساعات يعرضك مواطن، احنا هنا في وسائل الإعلام كلك يحكيوا علينا يا خويا ماناش امنين في السوق، الاخر يحكي كلك احكي لنا على البركاجات وغيرها. هذه هي المسائل اللي ما تمش فيها اصلاح جذري على عمل المنظومه الامنيه. لكن يقول لك لا بوليتيك سي لو بروبليم تو الموند، لو بروبليم تو الموند سي لا بوليتيك. كل شيء كما السمكه قال ماو تسي تونغ تفسد تفسد من راسها. تو وزاره الداخليه فجأة طلعت عملت لنا ندوة صحفي، هذا اللي خلينا يعني ولينا نتسالوا. لأن في علاقة بالسياسة. شوية بالسياسة بالأمن القومي هنا ندوة صحفية على الإرهاب مهمة جدا، وهنا حييناها وثمناها وقلنا إن شاء الله تتواصل. لكن المسألة الثانية وقت تطرح سؤال علاش وزارة الداخلية ما خرجتش بيان حول المسيرة، لهنا ظهر الارتباك في الأداء، لأنه هذا ما تعلقش فقط بالمسيرة، لأنك أنت وقت تطلع مسيرة فيها 500,000 كل ساعة تذكر بها، خاصة وقت يبدأ حزب الرئيس، لأنه حزب الرئيس اللي ما نجحش نهار الأحد شوية عاد. لا عندما تتكرر المسألة شوية عاد عن أدائها لتوفير أمن المواطن، عندما تتكرر المسألة تولي مشكلة سياسية ماهيش تأمينية، لأنه كفاءات وزارة الداخلية هما بيدهم، لكن وقت تدخل لهم السياسة يولي يظهر عليهم الارتباك. بمعنى أنه نجي هنا نقول شارع حبيب بورقيبه البارح للوزاره الداخليه، نقول شارع حبيب بورقيبه ممنوع على التظاهر السياسي، البارح نلقى فيه مظاهره سياسيه، يجيني حزب يقدم مطلب في القيام بمسيره نقول له انت ممنوع، وحزب الرئيس نقول له تفضل مرحبا، بل يزيد يهبط لهم السيد الواني والسيد وزير الداخليه. السيد الرئيس كان ديما ينبه انه ما يلزمش السياسه تدخل من الشباك للقضاء، السياسه زاده ما يلزمهاش تدخل من الشباك للمؤسسه الامنيه، لانه هذا يربكها. وما نحبوش نشوفوا مؤسستنا الامنيه اللي هي وتد من اوتاد هذا البلاد تربك بخيارات سياسيه وتخليها مصداقيتها في الميزان شوي، لان وزاره الداخليه لا 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 كل ملاحظة نعملوها هذه كانت موجودة قبل، موجودة الآن موجودة قبل، الوين نعملوا في ثورة ونكبوا في سعد البلاد، ما باش تتغير الأمور. علاش 25 جويلية طلع الشباب وحرق ما
عرق ما مش نمشوا المرحله ما خير اخي الرئيس باش وعد مش وعد بتونس خير بدوله خير بامن مستقل بقضاء مستقل اخي مش نخرجوا من دوله الغنوشي لدوله قيس سعيد وكانك يا ابو زيد مغازين هز خليفه من التمييع تي ما كنت موجود يخروا عمال سكروا الحانوت وروا اقعد اقعد يز ربي يهديك اتفقوا بالهدوء اخويا اسمع ماليش تكلم من نفس المنطلق انا اي ما يسالش ما حافظ لي شويه على صاحبي يلا يلا صاحبك بارد لا لا مش على صاحبي الحمد لله لا والله كل حاجه تقول لك لم نرى هو هذا المطلوب راهو في نقاش سياسي وبلاتو سياسي برودة الاعصاب قلت هذا هو المؤسف انت ماني نحب لا لا اسمع كنا نحبه قلت المؤسف انه لم نرى اصلاح حقيقي وانه المشكل ما خرجناش من مربع تسييس الاداء احنا نفصلوا في الحكايه وانا احنا نحللوا في الوضعيه مش ننتقد ما يعنينيش انا في موضوع الانتقاد قلنا لحد الان ما خرجناش من مربع تسييس اداء المؤسسه الامنيه الخروج هذا انا كنت نتمناه كما قلت لك جرد احصائي لوضعيه الامن في البلاد من 25 جويليه الى اليوم اللي مازلنا نلقى مواطن كما قلت لك يشتكي يقول انا كاميونتي فكوها لي في واضح النهار وهو دور من اذاعه هذا واقع هذه ولا واحد معناها تختطف بنته قدامه والاخر في منسوب الجريمه في العالم الديمقراطي الحر اللي تحب تولي كيفه الناس تترشح ساعات في الانتخابات لتحسين اداء في علاقه بمنسوب الجريمه فقط احنا كم الوعود اللي تحكي عليه بما في ذلك وعود رئيس الجمهورية لطفي مش مقتنع برشا به واضح يلا نمشيوا لمسألة أخرى ونختموا بها وين كشفت لونيفرسيتي سنترال اليوم خلال يوم أعلامي قامت بتنظيمه بمشاركة عدد من خبراء معهد الفنون والأداب في باريس ومدرسة مونبولي للأعمال وبحضور أيضا وزير التشغيل على مزايا الVAE اللي هي Validation des Acquis d'Experience وتأثيرها على تنمية الموارد البشرية داخل الشركة بحضور وزير التشغيل ومشاركة عدد من المتحدثين التونسيين من مختلف المجالات وعدد من خبراء معهد الفنون والآداب في باريس ومدرسة مونبيلي للأعمال قدمت اليوم لونيفرسيتي سنترال خلال يوم أعلامي مزايا الVAE وتأثيرها على تنمية الموارد البشرية داخل الشركات بالإضافة إلى تثمين وتعزيز قدرة الأفراد في سوق الشغل. احنا اليوم مجتمعين بمناسبه تنظيم ندوه حول لو سوجي لا في او اللي هو تثمين مكتسبات الخبره دونك هذه موضوع مهم ياسر اليوم نحكيوا عليه في تونس على خاطر يسمح العديد من الاطارات دونك اللي كانوا عندهم خبره في ميدان معين باش يثمنوا هالخبره هذه ويتحصلوا على الشهاده اللي ممكن الظروف ما خلتهم تحصلوا عليها في بداية مشوارهم المهني. إن شاء الله احنا نتواصلوا مع وزارة التشغيل والتكوين المهني اللي اليوم أعلنت على إنشاء ولا إصدار معناها أمر اللي ينظم معناتها لـ VAE. هذا خبر مهم ياسر يظهر لي سمعناه اليوم وبرشا توانسة باش يفرحوا به خاطر باش يسمح لهم اللي هما باش معناها يأكدوا الكفاءة نتاعهم بالتحصل على شهادة والسيد الوزير قال باش تكون شهادة معناها معترف بها معناها على المستوى الوطني. هذا وتمثل المقاربة الاقتصادية والاجتماعية اللي تم تقديمها حل الأفراد غير المتحصلين على شهادة عليا لتسهيل دخولهم إلى سوق الشغل كما تستجيب لتطلعات الأشخاص والمؤسسات في نفس الوقت. الجورنية هذه متاعنا سميناها من ديمار سوسيو إيكونوميك. علاش سوسيو إيكونوميك؟ على خاطر في نفس الوقت تستجيب لتطلعات العباد لمان دوفر العباد اللي قاعدة تخدم في مواقع شغل واللي هي ما عندهاش فورسيمون شهايد عليا وما هي تعتبر روحها باعتبار الخبرة اللي تراكمت عندها من اللي بدأت تخدم تعتبر روحها قاعدة تقوم بخدمة أعلى من الدبلوم اللي هو عنده ساعة تبدأ ما عندوش دبلوم بكل وتلقاه يخدم سور لاشين دو برودكسيون ولا حاجة يخدم في خدمة مهندس ويقول أنا نستحق باش نولي مهندس سوف كو ينا با لي بروكي لي برو كاليفيكاسيون سورتو ما عندوش باك ما عندوش كذا هذايا سوسيال ليكونوميك كونو زاد كيف كيف لي زونتربريز الخاص لي زونتربريز الكبار عندها عباد اللي تحب كالفو فالوريزي تحب تعطيها المستوى الحقيقي نتاعها سوف كو ما فماش في تونس اليات اللي يسمحوا
دو فالوريزي العباد هذوما. دونك احنا التجأنا هو العالم الكل معناتها مش كان في تونس معناتها لافيو هذه لا فاليداسيون دي زاكي ديكسبيريونس هي تجي الحل للمشكل هذايا. تقول انا نجم نقيم العباد هذوما واذا كان يستحقوا وعندهم لي كومبيتونس باش ياخذوا ان ديبلوم سوبيريور نعطوهم الدبلوم هذايا من غير فورسيمون ما يتعداو ويرجعوا يقراوا. مرحبا بكم من جديد. نمشي مباشرة لغونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. نحكي ديما على لي بون زافير اللي قدمها لكم كارفور ونحكي بالتحديد على الكتالوج اللي مازالوا متواصلين الى غايه 22 مايو الجاري وتلقاو فيهم كل العروض اللي تحتاجوها في دياركم يوميا وخاصه واحنا قادمين على الموسم الصيفي. باش تتعرفوا على فريات هذه ما عليكم كان تزوروا مغازاتكم مغازات كارفور وايضا كارفور ماركت والا سيت ويب كارفور.ان. اذا ما عليكم كان تكونوا في الموسم وعد وتعيشوا أجواء الصيف مع كارفور. مواصلين ديما في القدرة الشرائية مع كارفور ونحكي على المنتجات أو السيركوي اللي تعدى به الدواجن المعروضة في مغازات كارفور كيفاش وعليش. نشوفوا التقرير هذايا. على خاطر ثقتكم تهمنا وصحتكم من أولويتنا، كارفور يعطي أهمية كبيرة للحوم البيضاء نعرضها للبيع. إذا ما خلينا نعطيو قيمة كبيرة لاختيار مزودينا والتكوين المستمر للعمل متاعنا كما نقوموا بالمراقبة الدورية للجودة اللي نعزوها بديكابيني دوديت إكستيرن. اللحوم البيضاء ولحوم الدويجن خاصة وليت من العادات الغذائية للتوينسة، نحرصوا إنها تكون ذات جودة عالية وباش نلبيو الرغبة الكل نقدموا لكم عروض متنوعة نجموا تشريوها مفوحة ولا على طبيعتها فراك ولا أومبالي ومع هذا نقدموا لكم خدمة لا ديكوب على دوموند. ومع هذا الكل كارفور بالتعاون مع مزوجيها من مذابح تونسية متحصلة على شهادة المصادقة الصحية البيطرية وشهادة جودة نقدموا لكم مجموعة من منتوجات اللحوم البيضاء بعد بحث متواصل في السلالات الطرق الحديثة المتبعة في التربية الذبح الخزن والتسويق. دجاج عربي من أحسن السلالات يعيش ويرعى أون بلانير تغذية رعاية وظروف تربية تحترم لبيانة خانيمال تخلينا نتحصلوا على الحم بمذاق وجودة عالية. طيور السمين نوع من الطيور الجالية وقاتلها دوميستيكاسيون تعيش في ظروف ملائمة وتتمتع بالتغذية اللازمة التكوين بروتينات ذات جودة فيتامينات وأملاح ومع هذا نسبة مخفضة من الدهون. الحم الأرنب اللي يتخلى عادة الغذائية لبعض التوينسة نحرصوا أن يتربى في أحسن ظروف لتحترم الخصوصيات الفيزيولوجية للحيوان هذا اللي لازم يعيش بعيد على ستريس باش يولي بمثابة مصنع الفيتامينات بيدوز ونتحصل الحم غني بالفيتامينات والأملاح نوعية مميزة من البروتينات ونسبة مخفضة من الدهون. الحم كارفور أصالة جودة ومتابعة تميزنا على الكل. أكيد غدوة نتلقاو في نفس التوقيت مع غونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. بعد لحظات نبدأ النقاش مع ضيوفنا اللي لقبل ذلك غونديفو نيوز مع عواطف زروق ثم نعود. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء أمس بوزير داخلية القوات المسلحة الأمنية إلى التصدي إلى المحتكرين فورا وخاصة لمن يحتكرون ويضاربون بمادة العلف. كما شدد رئيس الدولة في هذا اللقاء على ضرورة التصدي لمن يحاولون حرق الزرع بهدف الوصول إلى مآربهم وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
أكد اليوم رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الميداني ضوي أنه من المنتظر الترفيع في سعر الحليب بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، مشيرا إلى أن تحديد مقدار الزيادة ما زال محور نقاش مع الوزارة. ورجح ضوي أن ارتفاع سعر الأعلاف سيؤثر على أسعار خرفان العيد. نفى اليوم الكاتب العام لنقابة عمال مصنع الفولاذ ببنزرة غازي بن عمار العمل الإجرامي وراء حادثة الانفجار في أحد أفران المعمل، على عكس ما تم نشره في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا بأن التحقيقات ستبين الملابسات الحقيقية الفنية للانفجار. في آخر مستجدات حريق سوق جارة بجابس، أوصى فريق من الخبراء الذين تطوعوا للقيام بالمعاينات للمتاجر المتضررة في تقرير لهم بعزل محيط المنطقة ومنع الدخول إليها وإزالة كل المكونات التي تظهر الشروخ والشقوق وإزالة كل الأسقف الخشبية بالمحلات التي اندلعت بها النيران. وفي الأثناء شرعت مصالح تراث بجابس في أعداد الملف الفني الخاص بالتدخل الذي سيتم إنجازه بالمحلات المتضررة من حريق سوق الحناء بجارة. أقرت اليوم مديرة إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة أحلام جزارة أن التأثيرات السلبية للقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا تكون بعد أسبوع أو أسبوعين من التطعيم وليس بعدها بمدة طويلة، موضحة أنه بعد مرور أسبوعين لا يمكن أن يكون للقاح أي تأثيرات، داعية إلى عدم الفزع وفق قولها. في شأن دولي، أفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتوك بأن أكثر من 1000 جندي أوكراني من بينهم 100 الجرحى لا يزالون محاصرين في مصنع في مدينة ماريوبول الجنوبية الواقعة تحت السيطرة الروسية. سهلا بكم من جديد. نحكي على الملتقى الدولي للخبراء المحاسبين اللي باش ينتظم غدوة، الخبراء المحاسبين وأيضا مراقبي الحسابات الفرنكفونيين بحضور حوالي 400 مشارك. شنية الغاية منه؟ شنية أهدافه؟ شكون هالمشاركين هذوما؟ وشنو المنفع في الأخر الاقتصاد البلاد؟ هذايا كل أسئلة نطرحوها على ضيوف الليلة، كل من صلاح الدين زحاف رئيس الجامعة الدولية للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات. أهلا وسهلا بك، مساء النور. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك. يرافقك ايضا سعيده باستقباله مسيو ارنو دوبري المفوض العام للجامعه. بونسوار. بونسوار، مرحبا بكم جميعا. نبدا معك سي صلاح الدين الزحاف. يقول قائل هالملتقى هذايا علاش معمول؟ علاش في التوقيت هذايا بالذات؟ شنو هي المحاور ربما المطروحه للنقاش قبل ما نجيو للمخرجات في شنو تنجم تعاوننا؟ والله هو علاش هو الفيدراسيون هذه الجامعة الدولية والفيدرالية الدولية للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرنكوفونيين تحتفل بمرور 40 سنة على تكوينها. تكونت في سبتمبر 1981، تونس عضوة فيها. ولما تعرض موضوع تظاهرة الاحتفالات، أنا طلبت من الخيان هذوما أن في مجلس الإدارة أن الاحتفالات هذه تكون في تونس. علاش تكون في تونس؟ لإشعاع تونس. احنا أولا مهنة الخبير المحاسب لها صيت على الصعيد الدولي، صيت كبير، عندها مقام كبير كما عدة مهن أخرى. احنا التوانسة الحمد لله معناها عديد المهن اللي الناس في تونس معروفة البرة والمهن معروفة، ثم سمعت تونس كون لو فيو با معناها سمعت تونس على الصعيد الدولي في عند الفرنكوفونيين متميزة. ما كانش بالسهل هو الحقيقة، لأن الناس الكل تحب أنها تكون الاحتفالات عندها. وافقنا ربي وجبناها لتونس. هي الحقيقة كانت باش تعمل العمناوي، واحنا بارمي لي زارغومون قلنا راهو احنا عندنا لو سومي دو لا فرانكوفوني عامني اكزاكتومون، وكنا باش نعملوها بصفه موازيه مع القمه الفرنكوفونيه. لما تاجلت من وصار الكوفيد وكذا، احنا بطبيعتنا اجلناها لسنا، وهم الخيان هوني في تونس يعني التظاهرة كاملة اللي هي فيها. أمس عملنا اجتماع المكتب، اليوم عملنا اجتماع مجلس إدارة اللي حضر فيه 29 29 أدمينستراتور، وغدوة عندنا يوم علمي متميز اللي تفتتحه مشكورة السيدة وزيرة المالية
وفيه مائدة أولى ومائدة ثانية ومائدة ثالثة، كانت تسمح نعطي الكلمة السيد أرنو دوبري اللي هو المفوض العام القار للجامعة هذه. Avec grand plaisir. Monsieur Arnaud Debray, نذكر اللي هو المفوض العام للجامعة هذه. نستسمح نستسمحك دايوغ. Je vais vous poser les questions en arabe et monsieur Zahaf se chargera de la traduction. احتراما للسادة المشاهدين. إذا monsieur Arnaud Debray رهانات كبيرة للملتقى هذا على ما يبدو نظرا للعدد الكبير للمشاركين، نظرا للسياق اللي تعيش فيه تونس. الدوائر هذه أو حلقات النقاش أو ورشات العمل اللي باش تكون فيه بشنو باش نخرجوا بها في الآخر؟ Voilà, il dit que l'enjeu apparemment est important. Demain, le colloque va débattre de thèmes importants. Vous nous parlez un petit peu donc de l'arrivée de ces invités qui sont venus déjà en Tunisie et très rapidement de l'importance de la journée, principalement de la journée de demain. Bien, ben merci pour votre question. Bon prix. L'enjeu de notre présence ici, c'était bien sûr de fêter les 40 ans de notre Fédération internationale des activités comptables. Mais il fallait pour cela effectivement choisir des thèmes qui soit d'intérêt général et si possible d'intérêt important. Parmi les thèmes retenus, il y aura un grand débat sur l'économie informelle en Afrique, sujet qui concerne nombre de pays africains, pour ne pas dire presque tous les pays africains, et un autre sur la lutte anti-blanchiment, également sujet, mais alors là, qui dépasse bien largement le cadre de l'Afrique, puisque le problème du blanchiment de l'argent sale est un problème mondial. Et il nous a semblé que cette réunion, avec plusieurs centaines d'invités, dont environ 200 qui viennent de l'étranger, était l'occasion de mettre en exergue ces sujets. Alors en Tunisie, parce que nous avons choisi de faire cette grande manifestation en Tunisie, ce dont nous nous félicitons, mais ce sont des sujets qui dépassent le cadre strict de la Tunisie, bien évidemment, qui est concerné comme tous les autres pays. Ethan, الأيام هذه اليوم العلمي خاصة غدوة المحاور اللي مش نشتغلوا عليها هي الاقتصاد الموازي في أفريقيا، وإحنا في أفريقيا وإحنا كونسيرني يعني معنيين بالاقتصاد الموازي وتداعياته كبيرة برشا على الاقتصاد كما قال مسيو دوبري، دونك حاجة لوردر دي جور، هذه حاجة معناها متاع وقتها متاع تو. ثم أرنوش يقول هذا موجود خاصة في الدول الأفريقية. معلوم أن الدول الأفريقية ثم بعض الدول اللي الإيكونومية انفورميل توصل وتفوق 80%، احنا أقل شوية، ما حتى احنا معناها توشي وبصفة كبيرة. يقول المائدة الثانية هي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقول هذا بار كونتر موضوع يخص كل دول العالم ليس فقط البلدان الأفريقية. هو كي يحكي لك راهو البلدان الأفريقية وبلدان العالم، احنا الفيدرالية هذه تضم 38 دولة و54 هيئة وجمعية، معناها معظم الدول المعنية بالموضوع الأول والموضوع الثاني. ثم المائدة المستديرة الأخيرة بطبيعة الحال تخص الفيداف بنفسها، يعني الفيداف أمس واليوم وغدا، لأن احنا تعرف هي الفيداف في الأصل معناها مجعولة بور بروموفوار لا بروفيسيون، معناها لتطوير مهنة الخبراء المحاسبين ومدققي الحسابات. وبطبيعة الحال احنا دائما وابدا نخمو، دونك هذا التيم الثالث اللي نقطة مهمة برشا باش نرجعوا لها سي صلاح الدين الزحاف، لكن قبل ذلك فصل ثم نعود.